فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يعني في وهو مع الناس لا يتكلم إلا فيما يعنيه، مش كل شوية تقول أعمى الناس إيه ده اللي في إيدك ده، موبايل بكام ده، جبته منين، مش عارف إيه، والشنطة دي حلوة قوي جبتها إزاي، السبح دي إياه مين اللي إداها لك، كل ده كلام فارغ قاعدين مضيعين وقتنا فيه. فهمت؟ كان النبي يخزن لسانه إلا فيما يفيد، تكلم في المفيد بس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم، يعني يبتسم في وجوههم، يبش لهم، يرد السلام عنهم، يقربهم إليه، يجلسهم، يسمع لهم، يقبل دعوة الداعي، يتبع الجنازة، يرد السلام، ويبدأ من لقي بالسلام، فكان لا ينفرهم ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يبقى السنة في الولاية انك تختار الانسان المحبوب للقوم ويكون منهم، هو اللي يتولى امرهم، ما تجيب لهمش واحد غريب عليهم يحكمهم، تقوم بالطريقة دي بتعمل تنافر ونزاع. كان النبي يولي على كل قوم كريمهم، لم يأتي لينزع الدنيا من أحد، بل جاء ليثبت الدنيا في أيدي الناس ويغير النوايا، فلا تكون من أجل دنيا بل من أجل عمارتها لله صلى الله عليه وسلم. لكن الملوك يعملوا إيه؟ إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أذلة، لكن الأنبياء يخلي العزيز يفضل عزيز برضه، ما يذلش حد، الأنبياء لم تأتي لذل الناس،